فيما يبدو من موقف السلطة في البحرين أن خيارها بقاء الأزمة وتوسعها، وأن تحصد من أبناء الشعب من تحصد، وأن تهدم من بنية الوطن ما تهدم، وتنال من كرامة الدين والإنسان ما تنال، وليسجن من يسجن ويعوق من يعوق حتى يسلم الشعب مرغما لفساد الأوضاع ويقبل مضطرا بالمذلة والمهانة ويعترف تحت الضغط الهائل بأن ليس له أن يملك من أمر سياسته شيئا. خيار السلطة أنه لا إصلاح إلا ما تسميه هي مزحا وسخرية باسم الإصلاح أما الإصلاح الحقيقي فليس لأحد أن يتحدث عنه من الداخل أو الخارج. خيار السلطة لا مسيرات، لا اعتصامات، لا أي نوع من الاحتجاجات وأن يغلق ملف المطالب على لا شيء، على صفر، ويتم التسليم بالأمر الواقع. إذن هناك تناف بين ما تريده السلطة وما يريده الشعب، لأن كل الشعب كلما سمع هذا قال هيهات من ند الله. خيار السلطة ألا يسمعها أحد كلمة نقد واحدة لأي سياسة طائشة ترتكبها، أن يسكت الناس على مأساة المئات من المواطنين المطالبين بالحقوق السياسية والدينية والمدنية والمساواة في حقوق المواطنة ممن تقبرهم السلطة في سجونها وأعدادهم تتصاعد كل يوم، وكأنهم لا صلة لهم بهذا الشعب ولا صلة لهذا الشعب بهم على الإطلاق، ولم تكن تضحية منهم من أجل هذا الشعب وفي سبيل كرامته وحريته. وهذا الخيار بكل متعلقاته الباطلة وأمانه الفاسدة لا بد للشعب أن يقاومه، ومن حقه أن يقاومه، بل من واجبه أن يقاومه ويفشله. ولا يمكن لشعب يحترم نفسه ويقدر قيمته أن يعين ولو بسكوته على ظلمه وأسره واستعباده، واستهداف السلطة ما تعلم يقينا حسب كل المعطيات لحراك 14 من فبراير، وما ترشح عنه باستحالة صبر الشعب عليه لا يعني في النتيجة إلا أنها تستهدف إشقاء هذا الوطن وتدميره. وهذا ما لا تقدم عليه أي سلطة تملك شيئا من الحس الوطني وحسابات المصلحة والمفسدة وتقدير إنسانية الإنسان واحترام الخلق والدين. السياسة التي تريد أن تتدخل في المسجد هي سياسة تستبيح هدمة، شلون مفارقة؟ ماذا سيكون لون هذا التدخل؟ وتدخل السياسة المعادية للمسجد التي تستبيح هدمه وتعطيل الصلاة فيه وتمنع من إعادة بنائه وتبعثر أوراق القرآن مع ما تبعثره من بنائه في توجيه كلمته، تدخلها في توجيه كلمته وفرض الهيمنة على خطيبه لا يعني إلا الانحراف به عن خطه ووظيفته وتحويله إلى أداة من أدوات السياسة الدنيوية المناسبة لفكر المسجد وخلقه وروحيته ورسالته وتوجيهه. ومما يحمي المسجد مع حقانية الكلمة أن تكون مترفقة في خطابها ما أمكن، وأن لا تغلظ إلا بمقدار الضرورة وما يناسب سموها. وما أكثر ما استعمل المسجد في هذا البلد
ممن تتماشى مواقفهم مع سياسة السلطة في تفريق كلمة صفوف المسلمين وتكفيرهم وإثارة الفتنة الطائفية. والسب والشتم لطائفة معينة. طائفة معينة أصيلة كريمة وحريصة على الإسلام شديدة التمسك بالإسلام لا يمكن أن تقدم على الإسلام شيئا. وبالشأن احترام القضاء، فإن أول الطريق لاحترام القضاء أن يرجع في اختيار القضاة إلى الإرادة الشعبية التي يمثلها مجلس نيابي منبثق عنها حقا لا ادعاء، وذلك بأن يكون نتيجة عملية انتخابية حرة مكتملة الشروط والأركان بعيدة عن تدخلات السلطة التنفيذية والمال السياسي وقوانين الانتخاب الفردية المفروضة، والتي لا تستهدف إلا إنتاج مجلس نيابي من هوى السلطة لضمان هيمنتها. وشأن محاكمات العلماء والرموز السياسية والأطباء والتربويين وكل السياسيين الآخرين والمشاركين في الحراك الشعبي من أجل المطالب العادلة وبغض النظر عن التأجيلات والتسويفات ومراقبة ما تقتضيه المصالح السياسية وحساباتها من إعفاء أو تخفيف أو تشديد، فإن القضية من أساسها سالبة بانتفاء الموضوع، بمعنى أنه لا موضوع لها، فهي منتفية تبعا لانتفاء موضوعها. بعد أن تكون خلفية كل هذه المحاكمات هي ممارسة الحق القانوني العادل في التعبير عن الرأي بالطرق السلمية والمطالبة بالحقوق المسلوبة. وهو حق لا ينكره دين ولا ضمير، ولا يقف في وجهه ميثاق ولا دستور ولا عرف، بل كل ذلك معهم ويفتح الطريق واسعا أمام يوم القدس العالمي، يوم لا لبلد خاص من البلدان الإسلامية ولا لقومية خاصة ولا أهل مذهب معين، يوم لكل الأمة لعزتها وانتصارها وعودة أرضها ومقدساتها وكرامتها ووحدتها وتلاحم صفوفها والنأي بها عن آفة الانقسام وخطر التمزق والتخلي عن الحق. يوم لبيت المقدس وأرض فلسطين المغتصبة، لقضية أم تخاذل عنها من تخاذل وتآمر عليها من تآمر وخانها من خان واشتغل عنها من اشتغل، حتى ترك الشعب الفلسطيني المسلم نهبا لآلة الفتك الصهيوني العملاقة التي لا تشبع من دم ولحم الأبرياء من أبناء ذلك الشعب الأبي الصابر المقاوم. يوم يبعث إحياؤه إحياء، ينتج إحياؤه إحياء العزة والكرامة والإباء والوحدة والانتماء للإسلام لهذه الأمة. يوم يعني إحياؤه وضع الأمة على طريق إنقاذ القدس وفلسطين. يوم إذا صدق المسلمون في الالتفاف بالقاعدة الإسلامية التي ينطلق منها، عزوا وذل كل من عاداهم في الأرض. تكبير! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! النصر للإسلام! النصر للإسلام! النصر للإسلام! الموت لإسرائيل! الموت لإسرائيل! الموت لإسرائيل! الموت لإسرائيل! السلطة التي تدين بالإسلام
إذا كانت تحترم الدين وتقيم له وزنا في سياستها، فأول ما يتوقع منها في هذا المجال هو احترامها للإسلام وتقديره، ولا يتصور في حقها مع اختيارها للإسلام على غيره من الديانات أن تحترم أي دين أكثر من احترامها للإسلام. والمفارقة أن السلطة في البحرين هدمت في صورة مهينة ومخزية ومتحدية وعلنية عشرات المساجد التي بناها هنا الإسلام، ولا زالت تقف في وجه إعادة بناء العديد منها، بينما تخصص قطعة أرض لبناء كنيسة مساحتها 9000 متر مربع. الدافع الديني لا يسمح بالجمع بين الإجراءين، بل يحمل تهافتا ومصادمة بينما هو خيار التعبد بالإسلام وتقديمه على المسيحية، وخيار التنكيل بالمسجد واحتضان الكنيسة. كيف تجمع بين الثلاثة؟ أقدم الإسلام على المسيحية، أهين المسجد أقيم الكنيسة، أهدم المسجد أقيم الكنيسة. هذه ثلاثة خيارات لا تجتمع. أو أن الدافع هو التطلع لكلمة نائب الفاتيكان لشمال شبه الجزيرة العربية المطران كابيلو بالين القائلة أن ذلك سيكون شاهدا على الانفتاح الثقافي والديني في البحرين، وهو التطلع لما وراء ذلك من إرضاء دول كبرى وشراء مواقفها على حساب هذا الشعب المظلوم والإسلام في موطن من مواطنه الأصيلة العريقة.